مشاهدينا السلام عليكم من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم أخبار العاشرة. أهلا بكم ونبدأها بأبرز العناوين. الندوة الوطنية للبيانات المفتوحة تستعرض التجارب الدولية في قطاعات التعليم والصحة وسوق العمل وتبادل الخبرات. انطلاق التمرين الوطني الشموخ 2 لتطوير القدرات الوطنية وتحقيق الانسجام بين الجهات العسكرية والأمنية والمدنية. الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يؤكد أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية أصبح ضرورة استراتيجية، ويؤكد أن انحسار الأزمة الإنسانية هو ما ينبغي أن يتحقق في اليمن. الأمريكي أليسون والياباني هونجو يفوزان بجائزة نوبل للطب نظير تقنيات جديدة في تحفيز جهاز المناعة لمكافحة مرض السرطان. أخبارنا الاقتصادية المتنوعة نتابع فيها. 8.5 مليار ريال عماني الإيرادات الفعلية لعام 2017، وأكثر من 12 مليار ريال الإنفاق العام. ومن أبرز الأخبار الرياضية، السلطنة تشارك في دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي تستضيفها الأرجنتين في 6 أكتوبر الجاري. أهلا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة إبراهيم محمد صليح رئيس جمهورية المالديف بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا للجمهورية. أعرب فيها جلالة السلطان المعظم عن خالص تهانيه وصادق تمنياته له بالتوفيق في قيادة الشعب المالديفي الصديق للمزيد من التقدم والرقي ولعلاقات الصداقة بين البلدين مزيدا من التطور والنماء. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم من خلالها عن صادق التهاني وأطيب التمنيات لفخامته ولشعب بلاده الصديق. رعى صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة افتتاح أعمال الندوة الوطنية للبيانات المفتوحة. الندوة تبحث التجارب الدولية في استخدام البيانات المفتوحة في قطاعات التعليم والصحة وسوق العمل والنقل. صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد الموقر وزير التراث والثقافة راعي حفلنا هذا، لا سيما إن الشفافية في عرض البيانات تجعلنا جميعاً نشعر بالارتياح ويجعل تقديم خدماتنا أفضل. ولا يخفى عليكم إن إتاحة البيانات يعد من العناصر الأساسية لاكتساب ثقة الآخرين عندما تكون الجهات الرسمية مصدراً لهذه البيانات. التعريف بالبيانات المفتوحة والاستفادة منها والسياسات والأطر والقوانين المنظمة لها، بالإضافة إلى تقييم وضع البيانات المفتوحة في السلطنة ونوافذ تطويرها، أبرز محاور الندوة الوطنية للبيانات المفتوحة في مسقط. لدينا الآن أكثر من 8 مجالات للبيانات المفتوحة، أذكر منها بيانات القوى العام الوطنية والبيانات القوى العام الوافدة وكذلك القضايا العمالية وغيرها من البيانات الآن متاحة للمجتمع داخل وخارج السلطنة. الحقيقة الهدف كان بناء ثقة وشفافية أيضا بين الوزارة والمجتمع، وكذلك أيضا الاستفادة من هذه البيانات. لدينا اليوم أكثر من 50,000 زائر لبيانات المفتوحة، والعديد منها أيضا تم الاستفادة منها في الابتكارات وكذلك في بعض المشاريع التجارية. مختبر مركزي في فرنسا الندوة بتنظيم من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات، ويشارك فيها أكثر
أكثر من 300 مختص من داخل السلطنة وخارجها من القطاعين العام والخاص يبحثون فيها قواعد جديدة من البيانات المفتوحة تشمل أغلب الموضوعات المستجدة، بالإضافة إلى تأسيس الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستخدام البيانات المتاحة في تعزيز بيئة الأعمال في السلطنة. أهمية البيانات المفتوحة حقيقة هي يعني تساعد يعني وتعطينا يعني القدرة أن جميع القرارات اللي تتخذ بطريقة صحيحة من خلال بيانات موجودة، يعني ما تتخذ قرارات عشوائية أولا. ثانيا جميع الخدمات الحكومية اليوم والتشارك بين المؤسسات الحكومية، هناك نوعين من البيانات المفتوحة، البيانات المفتوحة بين المؤسسات الحكومية واللي بالنسبة لنا مهمة جدا، لهذا تساعد هذه البيانات على الربط بين المؤسسات الحكومية، التشارك في المعلومات، تقديم خدمات أفضل، خدمات يعني تكون متاحة لجميع المواطنين من خلال الربط بين المؤسسات الحكومية بعضها البعض والتشارك في البيانات. وهناك كذلك بيانات مفتوحة للعامة. الندوة تهدف إلى الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال البيانات المفتوحة عبر الاطلاع على التجارب الدولية في استخدام البيانات المفتوحة في عدد من القطاعات كالتعليم والصحة وسوق العمل والنقل واللوجستيات والبيئة وغيرها. كما تهدف الندوة إلى فتح نوافذ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال تسليط الضوء على البيانات الرسمية التي تلبي احتياجات مختلف مؤسسات القطاع الخاص، حيث أنه بإتاحتها ستسهم في تحسين بيئة الأعمال وتطوير الخدمات وتقليل الإجراءات الإدارية وإثراء الحراك العلمي والبحثي وتعزيز المعرفة بصفة عامة. البيانات المفتوحة جزء أصيل من هذا التوجه وهذا وأوضح الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات أن أكثر من 1000 مؤسسة حكومية تم ربطها إلكترونيا مع الشبكة الحكومية، وذلك في سياق التكامل والتشارك بين جميع المؤسسات الحكومية. الرابط بين المؤسسات الحكومية هذا تام، لهذا عندنا أكثر من 1000 مؤسسة حكومية مرتبطة بالشبكة الحكومية، سواء الشبكة الحكومية الحالية، وحاليا عندنا شبكة حكومية فائقة السرعة، عندنا أكثر من 20-30 مؤسسة حكومية بدأوا في عملية التكامل في بينهم. الأساس طبعا هو التكامل بين البيانات، واليوم الحمد لله احنا في الحكومة وصلنا إلى مرحلة جيدة بالنسبة للتكامل والتشارك في البيانات بين المؤسسات الحكومية. عندما تتاح البيانات بين المؤسسات الحكومية بعضها البعض أو تتاح للعامة، سننتج يعني مشاريع أفضل والربط يكون أفضل وتقديم الخدمات يكون أفضل. انطلقت اليوم فعاليات التمرين الوطني شموخ 2 الذي تنفذه أسلحة قوات السلطان المسلحة، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية المدنية. تمرين شموخ 2 يعقبه مباشرة التمرين العسكري العماني البريطاني المشترك السيف السريع 3، والذي يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، ويتوج ببيان عملي في 3 نوفمبر القادم. بمشاركة واسعة من كافة الجهات العسكرية والأمنية والمؤسسات الحكومية الأخرى، ينطلق التمرين الوطني الشموخ 2 ويعقبه التمرين المشترك السيف السريع 3. الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة مدير التمرين أعلن رسميا بداية التمرين هذا اليوم، والذي تمتد فعالياته حتى نهاية أكتوبر الجاري، وصولا إلى البيانين العمليين اللذين تتوج بهما فعاليات هذين التمرينين. بحمد الله وتوفيقه انطلقت فعاليات تمرين شموخ 2 صباح هذا اليوم الباكر، فقد انتشرت جميع القيادات في الميدان ولله الحمد. طبعا تمرين الشموخ الثاني هو يعتبر امتداد التمرين الشموخ الأول الذي نفذ في عام 2007، وهو يأتي أيضا ضمن الخطة التدريبية التي رسمت لقوات السلطان المسلحة منذ ما يقرب عقد من الزمن. كما أن هذا التمرين سوف يتوج ببيان عملي بالذخيرة الحية، سيحضر عدد من
الشخصيات الهامة، وبالتأكيد سوف نخرج بكثير من الدروس المكتشفة والمستفادة من هذا التمرين للعمل بها في المستقبل بإذن الله تعالى. بغية التدريب على كافة المستويات ضمن المستوى الاستراتيجي، المستوى العملياتي والمستوى التعبوي، يسجل هذا التمرين حضورا كبيرا من حيث الكفاءات البشرية المشاركة من مختلف الجهات العسكرية منها والأمنية والمدنية ومن حيث العدة والعتاد. طبعا هذا التمرين هو الشموخ 2 بالإضافة إلى التمرين الذي سوف يتبعه التمرين السيف السريع 3، والذي هو أيضا يعتبر امتداد لتمرين السيف السريع 2 والسيف السريع 1. سيشارك في أعداد كبيرة من القوات المسلحة، ولأول مرة في تاريخ القوات المسلحة، ومن المتوقع أن تشارك أكثر من 70,000 مشارك إن شاء الله من كافة الجهات المشاركة، بالإضافة طبعا إلى عدد 5500 من القوات البريطانية بإذن الله تعالى. أهمية وطنية تشكلها فعاليات هذا التمرين بتفعيل كافة خطوط التأثير، الخط الدبلوماسي، الخط الاقتصادي، الخط المعلوماتي والخط العسكري، لتحقيق الأهداف المتوخاة والغاية الوطنية المبتغاة. طبعا خلال الخطة التدريبية وخلال أيضا التحضير لهذا التمرين أو التمرينين، رسمت كثير من الأهداف على المستوي على كافة مستويات، المستوى الاستراتيجي والمستوى العملياتي والمستوى التعبوي، وكذلك هناك أهداف تخصصية، ولكن الأهم من ذلك أن احنا نسعى إلى تحقيق الغاية الوطنية من هذا التمرين، وهو الوصول بالقوات المسلحة إلى مستوى عالي من الكفاءة القتالية والعملياتية والتدريبية. استمراراً للخطة التدريبية التي تنتهجها قوات السلطان المسلحة ووفقاً للخطط المعدة سلفاً، تأتي مشاركة القوات المسلحة الملكية البريطانية في تنفيذ فعاليات تمرين السيف السريع 3. طبعا المشاركة البريطانية تم الاتفاق على هذا تنفيذ هذا التمرين منذ فترة طويلة، واحنا نسعى في قوات السلطان المسلحة الى الاستفادة من خبرات قوات الصديقة ومنها القوات البريطانية، حيث ان كما تعلم القوات البريطانية لها تاريخ حافل بالخبرة العسكرية، ونامل من القوات المسلحة ان تستفيد من هذا التمرين بشكل كبير جدا وفي كافة المجالات، وتحقق كافة الأهداف التي رسمت لهذا التمرين. الشموخ 2 والسيف السريع 3 يأتيان في إطار تطوير القدرات الوطنية بمختلف أنواعها ومستوياتها، بما يحقق التمازج في منظومة وطنية واحدة، تحقيقاً للأهداف والغاية الوطنية المنشودة. من مواقع قيادة التمرين، النقيب خالد بن سالم الكلباني. أكد معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في لقاء خاص مع إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان أن أي توجه بالنسبة للقضية الفلسطينية لا بد أن يكون على أساس حل الدولتين، مشيرا إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية أصبح ضرورة استراتيجية. القضية الفلسطينية كما نقول دائما ونؤكد عليها أنها لا بد أن يتم توجه بشأنها على أساس حل الدولتين، وحل الدولتين أصبح مطلب دولي، لأن نعتقد أن أصبحت يعني الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة عالميا ضرورة استراتيجية. كما أكد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية أن ما ينبغي أن يتحقق في اليمن حاليا هو انحسار الأزمة الإنسانية، واضحا أنه يمكن بعد ذلك أن تتوصل الأطراف إلى توافق سياسي لحل الأزمة. نعتقد أنه ما ينبغي تحقيقه الآن هو انحسار الأزمة الإنسانية، هذا هو المهم، وكل الجهود التي تبذل الآن تعطي أولوية للمعونة الإنسانية لشعب اليمن. أما الشأن السياسي إذا ما تحسن الوضع
إنساني في اليمن، فليكون في إمكانية لليمنيين سواء كانوا حكومة الشرعية أو أنصار الله وحلفائهم أو المثقفين وكذلك كثير من القيادات اليمنية في الخارج وحتى في الداخل قد يتفقوا على جهد مشترك للتوصل إلى توافق سياسي المرحلي والمستقبل. نوهت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بأهمية إعادة التفكير في التعليم بالوطن العربي في ظل الظروف الراهنة. جاء ذلك في المنتدى الإقليمي لدمج التربية على المواطنة العالمية والقيم الإنسانية المشتركة في برامج تدريب المعلمين في المنطقة العربية والمنعقد في مسقط. سنتعلم ولو تحت ظل الشجر. حضرت المواطنة واستلهمت لتكون في مساق التربية والتعليم، تنظر إلى جيل بعد جيل. على المواطنة والقيم العالمية. مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الإقليمي في الدول العربية يحط رحاله في مسقط عاقدا المنتدى الإقليمي دمج التربية على المواطنة العالمية والقيم الإنسانية في برامج تدريب المعلمين في المنطقة العربية، ليتم التأكيد على أهمية تنفيذ برامج التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع. قيم مواطنة وممارسة مواطنة بشكل عام تفعم فيها مناهجنا، وليس فقط المناهج وإنما الأنشطة التربوية المختلفة. حاليا لدينا أيضا دائرة المواطنة في وزارة التربية والتعليم تركز بشكل عام على وضع مشاريع ومتابعتها في المدارس من أجل تدعيم قيم المواطنة بشكل عام. واليوم الحديث أيضا عن أن المواطنة ليست فقط مرتبطة بالمواطن المحلي، وإنما أيضا هناك عدة أنواع من المواطنة والشعور بالعالم بشكل عام والقيم العالمية الإنسانية المشتركة، وهذا أيضا جزء من مناهجنا. على صعيد الوطن العربي ينظر مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية إلى إعادة التفكير في التعليم بالوطن العربي وتعزيز المواطنة في ظل ما آلت إليه المنطقة العربية من ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية. نحن يعني نريد أن نتحول من ما يسمى التربية على المواطنة المحلية، ننقلها إلى خطوة أخرى لكي تكون التربية على القيم الإنسانية المشتركة والقضايا العالمية الأخرى التي لابد أن تفهم وتحلل عن طريق التفكير الناقد، عن طريق تفكير حل المشكلات، عن طريق التواصل مع الآخر بطريقة جيدة. نركز على دمج مفاهيم التربية من أجل المواطنة في برامج إعداد المعلمين بالتحديد، ومن خلال مثلا تحديد أو التركيز على مساقات محددة ربما تكون اختيارية أو إلزامية على حسب سياسات الجامعات. زخم يرتئي تنفيذ سياسات تطويرية تعليمية مرتبطة بالمواطنة العالمية، والسلطنة ما فتئت تؤكد دعوتها إلى التعايش السلمي مع مختلف الأقطار دعما للمواطنة العالمية. منذ سنوات طوال والسلطنة تعمل على تعزيز المواطنة عبر مناهجها التعليمية، على الرغم من تغير سياسات التعليم وتطورها، فتوجهات السلطنة نحو المواطنة تمثل أولويات في الحقل التربوي وأيضا الأكاديمي. فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط. أقر أصحاب المعالي الوزراء المعنيون بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعهم 16 بالكويت أقروا استراتيجية العمل الإسكاني المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، كما تم خلال الاجتماع الموافقة على إنشاء المركز الإحصائي بدول مجلس التعاون لتغطية مختلف القطاعات ومنها قطاع الإسكان بدول المجلس، بالإضافة إلى اعتماد البحوث الفائزة بجائزة مجلس التعاون الخليجي للإسكان واعتماد دليل أفضل التجارب في مجال التمويل الإسكاني بصيغته النهائية. ترأس وفد السلطنة معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان. أصيب أكثر من 100 فلسطيني في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة،
وقالت مصادر فلسطينية أن المتظاهرين أصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق خلال المواجهات التي اندلعت غرب بلدة بيت لاهيا شمال غزة تزامنا مع انطلاق المسير البحري العاشر ومسيرات العودة الشعبية في تحدي للحصار الإسرائيلي المفروض. وفي الضفة الغربية أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاطي وحالات اختناق جراء مواجهات. فاز كل من الأمريكي جيمس أليسون والياباني تاسوكو هونغو بجائزة نوبل للطب لعام 2018 لاكتشافهما أساليب جديدة في تسخير جهاز المناعة لمكافحة مرض السرطان. وقالت جمعية نوبل في معهد كارلونيسكا بالسويد إن العالمين تمكنا من توظيف استراتيجيات مختلفة من خلال اكتشاف بروتين يساعد على تثبيط كوابح الجهاز المناعي في علاج السرطان. ودرس الفائزان بجائزة الطب البروتينات التي تمنع الجسم وخلايا المناعة الرئيسية المعروفة باسم الخلايا التائية من مهاجمة خلايا الورم بفاعلية. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 191 ألف شخص في إندونيسيا بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة بعد الزلزال الذي تلاه تسونامي في غرب جزيرة سولاويسي. وارتفعت وفيات الزلزالين وموجات المد العاتية في الجزيرة الإندونيسية إلى نحو 850 حالة وفاة، واعتبر ما لا يقل عن 90 شخصا في عداد المفقودين، في حين نزح 48 ألف مواطن من منازلهم. قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند إن الحكومة ستثبت أن الاتحاد الأوروبي كان مخطئا حين اعتبر خطط بريطانيا للخروج من التكتل غير قابلة للتطبيق. وأضاف هاموند في كلمة ألقاها في مؤتمر لحزب المحافظين أنه يتعين على بلاده الاستعداد لاحتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، مؤكدا أن لديه ما يكفي من القوة المالية لدعم الاقتصاد في جميع الاحتمالات. وقبل 6 أشهر على الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد، تتعرض رئيسة الوزراء تيريزا ماي لانتقادات متزايدة بسبب خطتها للخروج من التكتل، ليس فقط في حزبها الحاكم وإنما في بروكسل أيضا. هذه النشرة مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، وفيها بعد الفاصل. مشروع الجسر العائم بنيابة ليما، سهولة في التنقل وتكامل في الخدمات. الندوة الوطنية للبيانات المفتوحة تستعرض التجارب الدولية في قطاعات التعليم والصحة وسوق العمل وتبادل الخبرات. انطلاق التمرين الوطني الشموخ 2 لتطوير القدرات الوطنية وتحقيق الانسجام بين الجهات العسكرية والأمنية والمدنية. الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يؤكد أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية أصبح ضرورة استراتيجية، ويؤكد أن انحسار الأزمة الإنسانية هو ما ينبغي أن يتحقق في اليمن. الأمريكي أليسون والياباني هونجو يفوزان بجائزة نوبل للطب، نظير تقنيات جديدة في تحفيز جهاز المناعة لمكافحة مرض السرطان.
اجتمع المجلس البلدي في محافظة مسقط لعرض مرئي حول استراتيجية السياحة 2040. كما أوصى المجلس بضرورة وضع أهداف لتكون السلطنة في مصاف أفضل الدول جذبا للاستثمار. ترأس الاجتماع معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط. استراتيجية وزارة السياحة العمانية 2040 حضرت أمام المجلس البلدي لمحافظة مسقط مستمعين حولها لأبرز معالمها والطرق التي سيتم تطبيقها والقطاعات التي سيتم التركيز عليها وفقا لمراحل الخطة المعدة وأبرز المشاريع التي سيتم إنشاؤها في محافظة مسقط. وتداول حولها المجلس بعض الأسئلة وإعطاء ملاحظات واستفسارات بما يخدم الاستراتيجية. كما بحث المجلس مخاطبة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بضرورة وضع أهداف محددة ومدد زمنية لتكون السلطنة في مصاف أفضل الدول جذبا للاستثمار بعد أن استمع لعرض مرئي في جلسته السابقة. المجلس أيضا بحث عدة مواضيع منها الدراسات والاستشارية بشأن الإعلانات الخارجية واللافتات التجارية ومخاطبة الجهات المعنية حول الاهتمام بالمرافق الخدمية في محطات الوقود. لرسم مسار مهني ناجح لطلبة جامعة السلطان قابوس وطلبة المدارس، نظم مركز التوجيه الوظيفي بالجامعة معرض التخصصات 2018. المعرض يهدف إلى تعريف طلبة الجامعة وطلبة المدارس بالتخصصات المتاحة بالجامعة والوظائف المرتبطة بها. رعى حفل افتتاح المعرض سعادة الدكتور عبد الله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي. طلبة من جامعة السلطان قابوس في السنة الأولى حرصوا على حضور معرض التخصصات 2018 المقام بالقاعة الكبرى بالمركز الثقافي، وذلك للتعرف على التخصصات وطبيعة العمل بها للتخطيط ورسم مسارهم المهني بنجاح. المعرض راح يستهدف طلبة الجامعة، منهم المستجدون المقبلين على اختيار التخصص الأكاديمي، كذلك الراغبون في تغيير تخصصاتهم الجامعية، الراغبون في التعرف على المسارات المهنية لكل تخصص والوظيفة المناسبة له. تأتي مشاركتنا في هذا المعرض لتعريف الطلاب القابلين على اختيار تخصصهم في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وتوفير لهم المعلومات المناسبة من مثلا عن المواد وعن الفرص الوظيفية أو التدريبية اللي ممكن يحصلونها في سوق العمل. عدد من مؤسسات العمل الحكومية شاركت في المعرض إلى جانب الكليات التسع بجامعة السلطان قابوس من أجل الإجابة على تساؤلات الطلبة المشاركين حول التخصصات المتاحة بالجامعة والوظائف المرتبطة بها في سوق العمل. تأتي مشاركة الوزارة للمرة الثالثة في هذا المعرض لتوجيه الباحثين عن عمل والطلبة وتوعيتهم باختصاصات دائرة التشغيل بوزارة القوى العاملة. مشاركة للهيئة في جناح المعرض هذا، الجناح التخصصات، لتوعية وإرشاد الطلبة والخريجين الجدد وحثهم على التخصصات اللي صار فيها التوظيف في هذه السنة والسنوات السابقة. ويحرص القائمون على المعرض من خلال دعوة أخصائي التوجيه المهني من مختلف مدارس السلطنة لتوجيه طلبة المدارس وخاصة طلبة الصف العاشر المقبلين على اختيار موادهم الدراسية لصفي 11 و12. سيعمل هذا المعرض على رفع مستوى الوعي لدى الطلبة في اختيار تخصصاتهم والوظائف المقرونة بها، وسيستمر حتى 3 من شهر أكتوبر الجاري. من جامعة السلطان قابوس، يوسف بن سعيد الرواحي، مسقط. دشن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تطبيق مزيد على الهواتف الذكية خلال اجتماعه الثاني لهذا العام، ويقدم التطبيق نافذة موحدة لجميع تطبيقات الهواتف الذكية الخاصة بالمركز، حيث يعتبر أسهل وأسرع وسيلة للاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها المركز. ويسعى
المركز من خلال منصة التطبيق إلى تعزيز ونشر الإحصائيات والبيانات عن مختلف القطاعات الإحصائية. الاجتماع تضمن أيضا تقديم عروض مرئية عن بعض المشاريع الاستراتيجية الوطنية التي يشرف عليها المركز، من أبرزها مشروع التعداد الإلكتروني العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020 ومشروع العنونة الموحد. بهدف توفير فرص التدريب للطلبة العمانيين في التخصصات البحرية، وقعت الشركة العمانية للنقل البحري اتفاقية تعاون مع كلية عمان البحرية الدولية. الاتفاقية تتضمن تدريب طلبة عمانيين في التخصصات البحرية على متن سفن الشركة. الاتفاقية تقوم بموجبها الشركة العمانية للنقل البحري بتوفير فرص تدريب على متن السفن التي تمتلكها لطلاب التخصصات البحرية بكلية عمان البحرية الدولية. البرامج المطروحة حاليا 4 برامج، برنامجين اللي هو ضباط السطح والهندسة البحرية، بالإضافة إلى البرنامج المتعلق باللوجستيات وبرنامج آخر متعلق بالهندسة وتحديدا الهندسة التحويلية. فلدينا حاليا 4 برامج، ولدينا خطط خلال 5 سنوات القادمة بفتح برامج الماجستير في اللوجستيات وكذلك في الهندسة. هذه الفرص هدفها أن تكسب الطالب مهارات مهنية على رأس العمل ومهارات خاصة للسلامة البحرية، وبالتالي يعني يكتسبوا خبرات عمل قبل تخرجهم. هذا بالإضافة طبعا إلى الدراسة الأكاديمية التي يتلقونها في الكلية. فترة التدريب البحري العلمي للبحارة سيكون في مدة تتراوح من 6 أشهر إلى 12 شهرا، ثم يتم اعتمادهم كخريجين أصحاب كفاءة خاصة بالتخصصات البحرية. الاتفاقية هذه تأتي امتدادا لاتفاقيات سابقة لنفس المجال مع التحديث والتجديد لأعداد المتدربين. إبراهيم بن سالم الهادي، محافظة مسقط. لتوفير مزيد من الأمن والسلامة لطلاب المدارس، تم التوقيع على اتفاقية لتركيب أجهزة الأمن والسلامة لعدد 45 حافلة مدرسية بولاية مطرح. الاتفاقية نصت على توريد وتركيب وموائمة وفحص أجهزة الأمن والسلامة بنظام الإطفاء الآلي ونظام تحسس الحركة الإلكتروني ونظام التحذير الصوتي الإلكتروني في الحافلات. كما نصت الاتفاقية على تدريب مالك الحافلة على كيفية التعامل مع الأجهزة المركبة وطريقة إغلاق الإنذار، وسيبدأ تطبيق مواد الاتفاقية اعتبارا من 20 من شهر أكتوبر الجاري. فعاليات تراثية وثقافية متنوعة سوف يتضمنها الملتقى التراثي 4 لمحافظة شمال الباطنة، الذي سيقام هذا العام في الفترة من 4 إلى 8 من شهر نوفمبر القادم، وتنظمه دائرة التراث والثقافة بمحافظة شمال الباطنة، حيث سيقام الملتقى هذا العام في ولاية صحار تحت شعار تراثنا ثقافتنا، وسط فعاليات مسرحية وأمسيات شعرية وإنشادية وعروض سينمائية ومحاضرات ومعارض تراثية وثقافية. نتحول بحضراتكم الآن إلى عيسى الكعبي والأخبار الاقتصادية. أهلا بكم. أوضحت وزارة المالية أن إجمالي الإيرادات الفعلية لعام 2017 بلغت 8.5 مليار ريال عماني. وكشف الحساب الختامي للوزارة أن الإيرادات النفطية بلغت 4.6 مليار ريال مقارنة مع 4.4 مليار ريال معتمدة في الموازنة. كما بلغت إيرادات الغاز 1.5 مليار ريال عماني، أما الإيرادات التجارية فسجلت 2.2 مليار ريال. وأشارت وزارة المالية أن الإنفاق العام الفعلي لعام 2017 بلغ 12.2 مليار ريال عماني، نظرا لاعتماد مخصصات إضافية خلال العام لتغطية الاحتياجات التي استجدت
خلال تنفيذ الموازنة. وقعت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اتفاقية تأسيس مؤسسة تواصل الخيرية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وتعتبر المؤسسة بمثابة صندوق يستهدف تقديم الدعم المالي وتمويل مشاريع لصالح المجتمعات المحلية بالدقم بشكل خاص ومحافظة الوسطى بشكل عام، وذلك للمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في مجالات ريادة الأعمال والتدريب والتعليم من أجل العمل والصحة والبيئة ومن أجل دعم الجمعية والأندية الرياضية. اجتاز الطيران العماني الناقل الوطني بنجاح مرة أخرى متطلبات تدقيق برنامج تفتيش السلامة التشغيلية أويسا التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي إيتا. ويسعى تدقيق السلامة التشغيلية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى التأكد من امتثال شركات الطيران بمتطلبات السلامة والممارسات الموصى بها التي يحددها الاتحاد الدولي للنقل الجوي. يستعد مشروع العريمي بوليفارد أكبر وجهة سياحية في السلطنة للبدء في التشغيل التجاري في ديسمبر المقبل بتكلفة إجمالية تجاوزت 62 مليون ريال عماني. المشروع سيوفر أكثر من 3000 فرصة عمل للقوى العاملة الوطنية بمتاجره المقدرة بأكثر من 200 وجهة للتسوق والترفيه. تلبية للاحتياجات المتنامية ومتطلبات السوق، يأتي بدء التشغيل التجريبي لمشروع العريمي بوليفارد بمنطقة الخوط في ولاية السيب بمحافظة مسقط. بتاريخ 30 سبتمبر إنجاز مشروع العريمي بوليفارد بنسبة 100%، والمركز التجاري الآن هو تحت التجربة التشغيلية إلى قبل نهاية العام بإذن الله، حتى يتم التأكد من أن كافة الخدمات التي ستقدم هي في المستوى الذي يليق بالزائر لهذا المكان. استغرق إنجاز هذا المشروع سنتين. المركز التجاري اليوم يوفر مجموعة من الخدمات الفريدة والأولى من نوعها في السلطنة، كتطبيق الإلكتروني الذي تم تنفيذه وسيتم تدشينه اليوم، النافورة الخارجية الراقصة التي تجمع بين الماء والنار، خدمة التوصيل عن طريق تاكسي المول الذي تراه في الخلفية، بالإضافة للمجموعة من المميزات التي يحتويها هذا المركز. مشروع العريمي بوليفار بمتاجره المقدرة بأكثر من 200 وجهة للتسوق والترفيه سيكون محطة تسوق شاملة ومتكاملة للعائلات التي ترغب في استكشاف كل ما هو جديد في عالم التسوق. المركز يحتوي على نسبة تأجيرية تبلغ 80% وهي في زيادة يوم عن يوم لله الحمد. تم تسليم مجموعة كبيرة من هذه المحلات للمستأجرين يقوم بعمل ديكوراتهم داخلية وإنهائها. تم التركيز على مجموعة من البراندات الحديثة والأولى من نوعها في السلطنة. هناك دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال ريادة، حيث تم الالتقاء بما يقرب من 100 فرد وإعطائهم مساحات ممتازة في المركز التجاري. المشروع الذي يتوقع افتتاحه في ديسمبر المقبل استثمار عماني، وسيوفر أكثر من 3000 فرصة عمل للقوى العاملة الوطنية، وذلك بتكلفة تتجاوز 62 مليون ريال عماني وبمساحة تقارب 190 ألف متر مربع. بلغ إجمالي إنتاج السلطنة من الكهرباء بنهاية يوليو 2018 نحو 22 ألف جيجاوات في الساعة، وبنسبة زيادة قدرها 1.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم. وأشارت آخر الإحصائيات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إنتاج المياه ارتفع أيضا ليبلغ نحو 241 مليون متر مكعب بنسبة زيادة قدرها نحو 5.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2017. بلغ عدد السجلات التجارية المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 55 ألف سجل تجاري، وأوضحت الوزارة أن السجلات تمثلت في نحو 3300 سجل لتاجر فرد، و70 سجلا للباعة المتجولين، و913 سجلا لشركات محدودة المسؤولية، ونحو 500 سجل للأعمال التجارية المنزلية وغيرها من السجلات.
كانت هذه أخبار الاقتصاد. عودة إلى أحمد ولجينا وما بقي من العاشرة. شكرا عيسى. مشروع إنشاء جسر تحميل وتنزيل المركبات من العبارات بميناء الصيد البحري بنيابة ليما بولاية خصب يعد من المشاريع التنموية ذات الأهمية لخدمة المواطنين في نيابة ليما. المشروع سيسهم في رفع المستوى المعيشي للصيادين وزيادة الإنتاج السمكي وتوفير فرص عمل إضافية لأبناء النيابة. يرتبط أبناء نيابة ليما بعلاقات اجتماعية وأسرية بولايتي خصب ودبا، وتكثر عملية تنقلهم إلى تلك الولايتين لزيارة أهلهم وذويهم، ويأتي هذا المشروع ليحقق نوعا من التكامل في الخدمات والتسهيلات المقدمة لأبناء ليما، ويخفف الكثير من أعباء التنقل وسهولة إنجاز معاملاتهم المختلفة في مركز ولايتي خصب ودبا. أبناء ليما أول سيارة في دبا، سيارة في خصب، سيارة في ليما، متكلفين أباء كثيرة، لكن في هذا المشروع يقدر ليما يستعمل سيارة واحدة، يوده دبا، يوده خصب، يوده مسقط حتى، يروح دبا من شناص من كل مكان. لما سمعنا التوقيع هذه الاتفاقية أبناء ليما كلهم فرحوا. يأتي هذا الجسر كحركة تنموية جديدة تسهيلا لحركة المركبات وتنقل الركاب والبضائع من وإلى نيابة ليما. ويعتبر هذا المشروع مشروع جديد وجيد بالنسبة لأبناء نيابة ليما. هذا المشروع تكون تكلفته 599,900 ريال. إن شاء الله هذا المشروع راح يبدأ العمل فيه تقريبا على بداية شهر 12 من العام الحالي إن شاء الله. الجسر العائم سوف يعمل على تسهيل إنزال وتحميل المركبات من العبارة إلى الرصيف الثابت بالميناء بواسطة الشركة الوطنية للعبارات، وهو ما سيسهل شحن البضائع ويعمل على تعزيز التجارة البينية بين النيابة وبقية ولايات المحافظة من جانب ومحافظة شمال الباطنة من جانب آخر، كما سيساعد الصيادين وتجار الأسماك لنقلها من ميناء ليما إلى الأسواق المحلية والخارجية، ويعزز الحركة الاقتصادية وتنشيط الجانب السياحي للنيابة. يعزز من تكامل خدمة العبارات، وثانياً يفتح آفاق واسعة في شتى مجال الاقتصادية والسياحية والاجتماعية، وحيث ذلك لدينا 14 رحلة أسبوعياً تشمل من وإلى شناص وخصب وليمة ودبة. وتشير أحدث إحصائية صادرة عن الشركة الوطنية للعبارات إلى أنه تم نقل أكثر من 19,000 مسافر من وإلى نيابة ليمة، بينما وصل عدد المسافرين إلى ولايات محافظة مسندم بشكل عام إلى أكثر من 40,000 مسافر، بالإضافة إلى شحن 4,000 مركبة حتى نهاية شهر أغسطس الماضي. يعد المشروع الجديد إضافة جديدة لميناء الصيد البحري بنيابة ليما، كما أنه يوفر ميزة جديدة للشركة الوطنية للعبارات لتقديمها للمواطنين وتسهيل عملية تنقلهم بين ولايات المحافظة. من نيابة ليما ولاية خصب محافظة مسندم، نجم بن عبد الله الشحي. وننتقل بحضراتكم إلى الأخبار الرياضية مع مزول الحسنية. شكرا لجينا، أهلا بكم مشاهدينا. تشارك السلطنة ممثلة في اللجنة الأولمبية العمانية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي تستضيفها الأرجنتين، وتنطلق المنافسات في 6 أكتوبر الجاري من خلال 3 رياضات هي ألعاب القوى والسباحة والإبحار الشراعي. ويمثل السلطنة في ألعاب القوى اللاعبين محمد السليماني وعلي البلوشي، وذلك بعد تأهلهما في تصفيات قارة آسيا، فيما وفرت اللجنة الأولمبية الدولية بطاقات بيضاء للمشاركين في رياضات السباحة والإبحار الشراعي. أسفرت قرعة البطولة العربية للكرة الطائرة التي تستضيفها جمهورية مصر العربية عن مواجهة المنتخب الوطني مع المنتخب البحريني في المباراة الافتتاحية للبطولة، حيث أجريت قرعة البطولة العربية 21 بمقر الاتحاد العربي بمملكة البحرين، والتي ستقام خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 4 نوفمبر القادم بمشاركة 7 منتخبات. وسوف تقام البطولة وفقاً
للائحة المسابقات بالاتحاد العربي للكرة الطائرة، والتي تنص في حال مشاركة أقل من 8 منتخبات فإن نظام البطولة ينص على إقامتها بنظام الدوري من دور واحد. كرة معدية سهلة واستقبال كويس قوي، ويا سلام يا سلام يا حسام. تعاقد نادي الرستاق مع صانع الألعاب البلجيكي ماكسيم القادم من نادي فري ستيت ستارز الجنوب أفريقي. ماكسيم البالغ من العمر 26 عاما بدأ التدريب مع النادي بالأمس استعدادا لخوض المباريات القادمة من دوري عمان تل. ويسعى نادي الرستاق الذي يحتل المركز 11 في قائمة ترتيب الدوري إلى تقديم صورة مغايرة عن الجولات 6 الماضية في محاولة لتثبيت أقدامه في الدوري والابتعاد عن شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى. خارج أرضية الملعب الثاني لكانت أخطر يا درو. توج المنتخب المصري لالتقاط الأوتاد بالمركز الأول في منافسات اليوم الأول بالبطولة الدولية الخامسة لالتقاط الأوتاد المؤهلة لكأس العالم 2018 بالإمارات، وحل المنتخب العراقي ثانيا والمنتخب البحريني ثالثا وتسعة منتخبات إلى النهائيات بجانب منتخب السلطنة في انتظار آخر منتخبين اللذين سيتأهلان بعد ختام منافسات البطولة الدولية التأهيلية الخامسة والتي ستقام بجمهورية مصر العربية خلال هذه الفترة. يأمل السد القطري في تحقيق انتصار مريح على بيرسيبوليس الإيراني عندما يلتقيان غدا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ويعرف الفريقان بعضهما جيدا بعد أن تنافسا في المجموعة نفسها بدور المجموعات هذا الموسم. ويدخل السد المواجهة بعد انطلاقة قوية في دوري نجوم قطر إذ يتصدر المسابقة بفارق الأهداف عن الدحيل، وسيلتقي الفائز من المواجهة مع كاشيما أنتلرز الياباني أو سون بلو الكوري الجنوبي على لقب البطولة وتذكرة التأهل لكأس العالم للأندية في الإمارات. وإلى الخبر الأخير، حيث حقق منتخب بولندا لقب بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال، وذلك بعد تغلبه في المباراة النهائية على منتخب البرازيل في مدينة تورين الإيطالية. وبعد مباراة من جانب واحد نجح بطل العالم منتخب بولندا في الفوز باللقاء بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع 28 نقطة مقابل 26 و25 نقطة مقابل 20 و25 نقطة مقابل 23. وفي مباراة تحديد المركز الثالث فاز المنتخب الأمريكي بالميدالية البرونزية بعد تغلبه على منتخب صربيا بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد. إذن مشاهدينا وصلنا بكم إلى نهاية الأخبار الرياضية، شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة، وعودة الآن إلى الزملاء. شكرا مزون. بهدف رفد الثروة المائية وتنمية مواردها قامت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بإصدار أمر تنفيذ لإنشاء سد وادي العيون للتغذية الجوفية بولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية. وأكدت الوزارة أن إنشاء السد يأتي لتحسين الوضع المائي في قرى الولاية والذي يتمثل في رفع مناسيب مياه الآبار والأفلاج، إضافة إلى تغذية الخزان الجوفي وتنمية الموارد المائية بمنطقة العيون والمناطق الواقعة بالقرب منها. في الختام هذا تذكير بأبرز عناوين نشرة العاشرة. الندوة الوطنية للبيانات المفتوحة تستعرض التجارب الدولية في قطاعات التعليم والصحة وسوق العمل وتبادل الخبرات. انطلاق التمرين الوطني الشموخ 2 لتطوير القدرات الوطنية وتحقيق الانسجام بين الجهات العسكرية والأمنية والمدنية. آه
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يؤكد أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية أصبح ضرورة استراتيجية، ويؤكد أن انحسار الأزمة الإنسانية هو ما ينبغي أن يتحقق في اليمن. الأمريكي أليسون والياباني هون جو يفوزان بجائزة نوبل للطب نظير تقنيات جديدة في تحفيز جهاز المناعة لمكافحة مرض السرطان. شكرا لكم على طيب المتابعة، هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار، إلى اللقاء. إلى اللقاء.